التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بوزير الموارد المائية والري هاني سويلم، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. شهد اللقاء استعراض الوزارة للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات، من بينها تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحي المغطى، فضلا عن أعمال الصيانة والتطهير وإزالة الحشائش بعدد من المجاري المائية، فضلا عما يتم اتخاذه من إجراءات لحماية وتطوير نهر النيل.